السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فيديو جديد بنقدمه لكم من قناة شريف الليسي. هنتكلم فيه في حلقة خاصة هنستعرض فيها أحداث تاريخية هامة. طبعا الحلقة دي اللي هيقوم بأن هو يقدمها لينا طبعا زي ما احنا متعودين في الحلقة اللي قبل كده هو الأستاذ دهب، هيحكي لينا أبرز القصص اللي حدثت في شهر رمضان، قدم لينا التفاصيل اللي احنا عايزين نعرفها، نشوف هيقول لنا ايه من حكاويه الرمضانية. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب ومشاركة الفيديو علشان يعني يصل لأكبر عدد من المشاهدين، فتابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم في قناتنا، حيث سنسافر عبر الزمن لنكتشف تراثنا الغني وعاداتنا العريقة. واليوم سنتحدث عن شهر رمضان في عهد الفاطميين، حيث الأجواء الروحانية والمظاهر الاحتفالية التي ما زالت تلهمنا حتى اليوم. تاريخ الفاطميين ورمضان في القاهرة الفاطمية. كان رمضان شهر العبادة والاحتفالات. الفاطميون الذين حكموا مصر من سنة 969 إلى 1171 ميلادية أدخلوا تقاليدا جديدة وأضفوا على رمضان طابعا مميزا، وأول هذه المظاهر الرمضانية فمن أبرز مظاهر الاحتفال برمضان هي فانوس رمضان التي كانت تصنع من الزجاج الملون وتعلق في الشوارع وعلى واجهات المنازل. صحيح أن استخدام الفانوس في صدر الإسلام كان شائعا للإضاءة ليلا، سواء للذهاب إلى المساجد أو زيارة الأصدقاء والأقارب. ولفظة فانوس هي كلمة إغريقية تعني المصباح، أما في بعض اللغات السامية مثل العربية فيطلق على الفانوس اسم فناس. ويذكر المؤرخ الفيروز آبادي مؤلف القاموس المحيط أن المعنى الأصلي لكلمة فانوس هو النمام، ويرجع ذلك حسب رأيه إلى أن الفانوس يظهر حاملة وسط الظلام وكأنه يفضح أمره. ولكن من المهم الإشارة إلى أن هذا المعنى الأصلي لكلمة فانوس لم يعد مستخدما بشكل شائع، وأصبحت الكلمة تشير فقط إلى أداة الإضاءة المعروفة. وإليك بعض المعلومات الإضافية حول تاريخ الفانوس. نشأ الفانوس في الصين قبل أكثر من 2000 سنة. انتشر الفانوس إلى العالم الإسلامي في القرن التاسع الميلادي. كان الفانوس في البداية يصنع من الخشب أو المعدن ويغطى بالورق أو القماش. ظهرت الفوانيس الزجاجية في القرن السادس عشر الميلادي. تطورت أشكال الفوانيس وتصاميمها عبر الزمن وأصبحت تصنع من مواد مختلفة مثل البلاستيك والحديد. يعد الفانوس رمزا مهما لشهر رمضان، وله مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهو يضفي على الشهر الكريم أجواء من البهجة والسرور، ويشارك الأطفال في احتفالات رمضان من خلال حمل الفوانيس والتغني بأغاني رمضان. قصص عن أصل الفانوس. قصة الخليفة الفاطمي. تروي هذه القصة أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيئوا له الطريق. كان كل طفل يحمل فانوسه ويقوم الأطفال معا بغناء بعض الأغاني الجميلة تعبيرا عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان. قصة إضاءة شوارع القاهرة. وتروى قصة أخرى عن أحد الخلفاء الفاطميين أنه أراد أن يضئ شوارع القاهرة طوال ليالي شهر رمضان، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها. قصة حرية النساء. وتروى قصة ثالثة أنه خلال العصر الفاطمي لم يكن يسمح للنساء بترك بيوتهن إلا في شهر رمضان، وكان يسبقهن غلام يحمل فانوسا لتنبيه الرجال بوجود سيدة في الطريق لكي يبتعدوا.
بهذا الشكل كانت النساء تستمتعن بالخروج وفي نفس الوقت لا يراهن الرجال. وبعد أن أصبح للسيدات حرية الخروج في أي وقت، ظل الناس متمسكين بتقليد الفانوس، حيث يحمل الأطفال الفوانيس ويمشون في الشوارع ويغنون. أصل الفانوس المصري. أول من عرف فانوس رمضان هم المصريون، وذلك يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة قادما من الغرب، وكان ذلك في يوم الخامس من رمضان عام 358. وخرج المصريون في موكب كبير جدا اشترك فيه الرجال والنساء والأطفال على أطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة للترحيب بالمعز الذي وصل ليلا، وكانوا يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة، وذلك لإضاءة الطريق إليه. وهكذا بقيت الفوانيس تضيء الشوارع حتى آخر شهر رمضان، لتصبح عادة يلتزم بها كل سنة، ويتحول الفانوس رمزا للفرحة وتقليدا محببا في شهر رمضان. انتشار ظاهرة الفانوس المصري إلى العالم. انتقلت فكرة الفانوس المصري إلى أغلب الدول العربية، وأصبح جزء من تقاليد شهر رمضان، لا سيما في دمشق وحلب والقدس وغزة وغيرها. رمزية الفانوس. يظل الفانوس رمز خاص بشهر رمضان خاصة في مصر. لقد انتقل هذا التقليد من جيل إلى جيل، ويقوم الأطفال الآن بحمل الفوانيس في شهر رمضان والخروج إلى الشوارع وهم يغنون ويؤرجحون الفوانيس. قبل رمضان ببضعة أيام يبدأ كل طفل في التطلع لشراء فانوسه، كما أن كثيرا من الناس أصبحوا يعلقون فوانيس كبيرة ملونة في الشوارع وأمام البيوت والشقق وحتى على الشجر. المسحراتي. نغم ينبئ بقرب الفجر. لا شك أن المسحراتي من أهم شخصيات شهر رمضان المبارك، ذلك الشخص الذي كان يطوف الشوارع ليوقظ الناس للسحور بأنغامه وابتهالاته معلنا عن قرب الفجر. أصله. يعود أصل المسحراتي إلى العصر الفاطمي، حيث كان يؤذن الأذان الأول فيتناول الناس السحور، ثم يؤذن بعد ذلك الأذان الثاني فيمتنعون عن الطعام. مهمته. كان المسحراتي يمسك بيده طبلة أو مزمارا ويبدأ جولته في الشوارع قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وكان يردد بعض الأناشيد الدينية والأدعية بصوت جميل يجذب الناس إليه. تأثيره. كان للمسحراتي تأثير كبير على الناس، خاصة الأطفال، فكانوا ينتظرون صوته بفارغ الصبر ويفرحون بقدومه، وكان يضفي على شهر رمضان أجواء من الروحانية والبهجة. إحياؤه. بعد ظهور الساعات والمنبهات في السنوات الأخيرة، ظهرت بعض المبادرات لإحياء تقليد المسحراتي، خاصة في بعض الدول العربية. ففي مصر على سبيل المثال ينظم بعض الشباب جولات في الشوارع ليلا يرددون فيها أناشيد السحور. رمزية المسحراتي. يعد المسحراتي رمزا من رموز شهر رمضان ورمزا للخير والبركة، فهو يذكر الناس بفضل الله عليهم. من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان تواجد بائعي الكنافة والقطايف التي يقبل على شرائهما الناس بكثرة. وتاريخ نشأة الكنافة والقطايف يعود لأزمنة قديمة، فهي حلوى قدمت للأمراء والملوك في بداية ظهورها وانتقلت عبر العصور والأجيال بين كل فئات المجتمع، فزينت موائد إفطار الغنى والفقير. وقد تعددت الروايات حول بداية ظهور الكنافة، فقيل إن صانعي الحلويات في الشام هم من اخترعوها وابتكروها وقدموها خصيصا إلى معاوية بن أبي سفيان، وهو أول خلفاء الدولة الأموية وقت ولايته للشام، كطعام للسحور لتمنع عنه الجوع الذي كان يحس به في نهار رمضان. فقد كان معاوية يحب الطعام، فشكى إلى طبيبه من الجوع الذي يلقاه في الصيام، فوصف له الطبيب الكنافة لتمنع عنه الجوع، وهو ما جعل اسمها مرتبطا باسمه وعرفت بكنافة معاوية. وفي رواية أخرى قيل أن الكنافة صنعت خصيصا لسليمان بن عبد الملك الأموي، كما قيل أن تاريخ الكنافة يرجع إلى المماليك، لكن أساتذة التاريخ الإسلامي يذهبون إلى أن تاريخ الكنافة يعود إلى العصر الفاطمي، وقد عرفها المصريون قبل أهل الشام، وذلك عندما تصادف دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي القاهرة، وكان وقتها شهر رمضان، فخرج الأهالي لاستقباله بعد الإفطار يتسارعون في تقديم الهدايا له. ومن بين ما قدموه الكنافة على أنها مظهر من مظاهر التكريم، ثم إنها انتقلت بعد ذلك إلى بلاد الشام عن طريق التجار، وابتدعت كل بلد في طريقة صنع الكنافة وحشوها غير الطرق التي تفنن بها المصريون، وأصبحت بعد ذلك من العادات المرتبطة بشهر رمضان
في العصور الأيوبي والمملوكي والتركي والحديث والمعاصر باعتبارها طعاما لكل غنى وفقير، مما أكسبها طابعها الشعبي. أما القطايف يرجع تاريخ نشأتها واختراعها إلى نفس تاريخ الكنافة، وقيل أنها متقدمة عليها، واختلفت الروايات حول تحديد وقت ظهورها بين العصر الأموي والعصر المملوكي والعصر الفاطمي. ووصل العشق للكنافة والقطايف أن تغنى بهما الشعراء، كما حظيت بمكانة مهمة في التراث العربي والشعبي، وكانت ولا تزال من عناصر فولكلور الطعام في مائدة شهر رمضان. ختاما، يعتبر شهر رمضان في كل العصور وبالأخص العصر الفاطمي كان فرصة للتقرب إلى الله وتوثيق الروابط الاجتماعية، واليوم نحن نحتفظ بكثير من هذه العادات، محافظين على تراثنا الغني ومضيفين إليه لمساتنا العصرية. شكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من القصص والتراث العربي الأصيل. وفي النهاية أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا استفدتم بمعلومة جديدة من الأستاذ دهب. وعجبتكم الحلقة اكتبوا لنا ياريت في التعليقات، علشان يعني نقدم محتوى مشابه للمحتوى اللي قدمناه ده مع الأستاذ دهب. وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والمشاركة للفيديو علشان يصل لأكبر عدد من المشاهدين. ومرة تانية بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.